العربية تصير سنوياً في فيينا. اليوم أوركسترا ناي وبجهود مشتركة من أعضائها رح تقدم لكم الحفل السنوي المنتظر. رح يكون في معنا الفنانة مايس حرب والفنانة لين أديب والفنان جورج نعمة, ورح يكون في كمان سولو وعزف كورال يعني بجهود المدير وقائد الأوركسترا كمان. وكمان تحية للفريق الإعلامي نيمسا ميديا إنفوغراد. احلى شيء انه في شباب كتير اللي عندهم تالنت كبير, واليوم فيهم يعزفوا, فيهم يورجوا الناس شو هن بيقدروا يساووا, وكل من كل نواحي الناس جايين يتجمعوا هون مشان حضاره حلوه. هذا الحفل نحن بنقوم فيه سنويا مره واحده. هذا العمل هو عمل انساني لانه بيعود للناس اللي تضررت من ضحايا الزلزال بتركيا وفي سوريا كمان. هالمرة نحن ربحوا رح يعود لمشروع بلسم. نشكر كل اللي دعمونا. أوركسترا ناي الشرقية هي مؤلفة من 100 شخص تقريبا, وهن تلتين سوريين, والشباب كلهم معظمهم خريجين معاهد موسيقى, وحاليا هن عم يتابعوا دراساتهم في جامعة فيينا أو بأنتون بروكنر يونيفرسيتيت. اليوم رجعنا هيك ورجعنا بطاقة وحيوية, وإن شاء الله نعجبكم يعني. الشغل كتير حلو وثلاث فنانين كبار يعني حلوين. بتمنى أنه يعني بعد هالكورونا أنه يرجع كل شيء أحسن من قبل. اليوم في ثلاث فنانين كتير حلوين, واللي هن ميس, فنانة ميس, والفنانة لين أديب, والفنان جورج نعمة. وكل حدا منهم رح يقدم باقة من المقطوعات الكتير كتير كتير حلوين وصعبين يعني, حتى كمان فيهم شغل منيح صراحة. اليوم الحفلة جدا مميز. أولا التعامل مع أوركسترا ناي اللي هي فيها مزيج فظيع من الموسيقيين من مختلف الجنسيات, هذا شيء كتير بفرج قد الموسيقى هي لغة عن جد عالمية وبتجمع. وتانيا وجودنا بهالمكان بالذات بهالمسرح الرائع هو شيء كتير حلو. وطبعا المشاركة مع فنانتين أنا كثير بحبهم وعندهم جمهور رائع, هني ميس حرب ولين أديب, هيدا شيء كمان جديد على قصة يعني كيف واحد ممكن يتعامل موسيقيا مع فنانين آخرين. وحلو أنه يعني معمول ريبرتوار كثير مميز, كثير فيه مزيج من الكلاسيك, من الطربة, من الشعبة, من حتى من الأجنبي شوي, من الساوند اللي فيه جاز بمحل. هذا الشيء كتير حلو, ومع الأوركسترا بظن رح نقدر نقدم شيء للعالم جديد. اليوم رح غني أغاني, في أغاني خاصة مثل مثلك ما في بتتذكري تفيدة, وفي أغاني لبنانية أو من التراث حتى السوري, فخلطة حلوة, خلطة حلوة من 7-8 أغاني إن شاء الله بتحبون. يا رواج بالعاده حفلاتي عم بتكون باوروبا مع باند صغير, فهي اول حفل باوروبا لالي رح يكون مع الاوركسترا, وكمان معي ضيفين كتير حلوين جورج نعمي ولين أديب, لأول مرة رح كون معهم على نفس المسرح. فهي تقريبا نادرا ما يكون أنا عم بتشارك المسرح مع ناس تانين, فاليوم هذا الشيء بالنسبة لي كان جميل وإضافة حلوة. يعني أنا رح غني شيء له علاقة بالتراث السوري من معظم المناطق السورية, وبالإضافة لأغنية لألي من أغنياتي الخاصة, وفي شيء من التراث المصري حتى للشيخ إمام. فالجزء تبعي شوي له علاقة بالتراث العربي أو السوري بشكل خاص. اليوم رح نقدم مجموعة من التأليفات اللي أنا عملتها بألبومات سابقة واللي ولا مرة عملتها مع أوركسترا, فكتير سعيدة فيها. حرير, شونا, يوما, يعني مزيج من القطع. في قطعة لأستاذ هيلموت اللي هو معنا بالأوركسترا, فكتير سعيدة بهي المشاركة. صراحة هي أغاني جديدة يمكن ما بيعرفوها الجالية العربية, بس هذا الشيء اللي أنا جعبالي شوي أني أقدمه, اللي هو شغلات شوي العلاقة بالموسيقى
العربية اللي عندها طابع شوية مودرن أو حديث، فممكن هي تكون شغلة جديدة بالنسبة للعالم اللي جايين، بس يمكن هذا دوري اليوم يعني عامل شيء مختلف عن زملائي ميس وجورج، بأنه الاستاتيك تبع الموسيقى اللي عم أقدمها شوي جديدة أو شوي غريبة صراحة، وكتير سعيدة أني عم حاول أجربها مع أوركسترا مع عالم هيك موهوبين وأول مرة بشتغل معهم، فكتير كتير متحمسة. ومعنا زميلاتنا في القناة ريمو وسينا، شنو توقعاتكم للحفلة اليوم؟ يعني النهاردة احنا جايين متحمسين جدا للحفلة عشان في ناس هتغني، فاحنا جايين كمستمعين فمتحمسين جدا بصراحة. وريم شنو تقولينا؟ زي ما بوسينا قالت كده، النهاردة جايين دور مختلف، دور هنبقى قاعدين في صفوف المستمعين متحمسين نشوف الفنانين ونسمع أصواتهم الجميلة، فإن شاء الله هتبقى حفلة جميلة. أهلا وسهلا، ممكن تعرفينا لحضرتك؟ أنا اسمي يارا. أهلا يارا، شنو رأيك في الحفلة لحد ما شفتي حاليا؟ حلوة كتير، كان كل شيء حلو والفرقة كتير حلوة والبعدين تاني ناطرينه كمان الغنيين. Hi, can you introduce yourself please? My name is Wame. I'm from Botswana and I'm just here to support the event. How do you find the concert so far? It's very beautiful. It's really interesting. I'm not very familiar with Arab culture or Arab music. So this is very new for me and quite enchanting. Thank you very much. Thank you. وأهلا وسهلا، ممكن تعرفنا لحالك لو سمحت؟ اسمي زينون خياط وأنا كمان جيت هون مشان الموسيقى. شنو شفت الحفلة؟ كيف عجبتك؟ لهلا بتجنن، إنه كتير رائعة وموسيقى كمان جديدة لإلي، ماني متعود على الموسيقى العربية بس كتير حلوة. Hi, can you introduce yourself please? I'm Angelina from Vienna, real Viennese, and it's my first time that I'm confronted with this music, but I enjoyed very much and it reminds me especially the last part a little bit to the klezmer music, and thank you very much for the opportunity to be here. ومعنا حتى أنا من الجمهور. Hi, can you introduce yourself please? Hi, my name is Yasmin. Okay, and how did you find the concert so far? It was amazing. She was amazing. Is it your first Oriental Arabic yes. concert? Yes, it's how my first. You enjoy? Yeah, I enjoyed it a lot. Would you go to another Arabic or Oriental? Yes, I love the music. Okay, perfect. ومعنا ممكن تعرفنا على حالك لو سمحت؟ أنا اسمي مصطفى الترسوسي. كيف كانت الحفلة؟ والله عظيمة، كتير حلوة، كتير كتير عجبتنا يعني لهلأ. ما شاء الله عليهم، فرقة كتير كتير شاطرين. دكتور عادل لاري. أوكي، عادل لاري. سعيد البني. شكراً. كيف كانت الحفلة so far؟ ممتازة، روعة. قليل من هذه الحفلات بفيينا، ولذلك يعني كانت متعة بحد ذاتها. شنو كيف كانت الحفلة بالنسبة لي؟ شيء رائع الصراحة. الفن العربي ضروري إنه يكون له مجال أكثر بفيينا، وهي فرصة إنه يعني شوي نعطي انطباع إنه هذا الشيء ممكن وهذا الشيء مطلوب، ونتمنى إنه من هاد لأحسن. بالألماني بيقولوا إنه هي زيس أوف دير شبور لليالي الأنسي في فيينا، لسه بس يعني على الطريق لهذا الموضوع. لا كانت ممتازة، يعني بالنسبة لي كانت تجربة فريدة أن واحد يسمع هذا الفن. يعني أتمنى أنه تعاد هذه الحفلات حتى إحنا نثقف نفسنا. وسام خنافر، كيف شفت الحفلة؟ جنن، حلو كتير. إحنا صرنا شي 4 سنين هون بالبلد، أول مرة بصحلنا نحضر حفلة عربية، كانت كتير حلوة. رامي مجدي من مصر. أشرف حليم. يعني كيف شفتوا الحفلة؟ حفلة بجد جميلة، يعني حاجة رائعة فعلا، يعني جميلة جدا، ومسكرني على الدعوة الجميلة. اسمي جودي، وكتير حبيت صوت البنت اللي غنت، كان كتير حلو. ديما فتال من سوريا. وأنا ويان فتال أختها. إياد حسن. أهلا، تشرفنا. كيف شفتوا الحفلة؟ كيف كان انطباعكم؟ رايقة كتير.
حلو كتير، كل شيء كان منتظم، وصوت صوت ميس حرب يعني لا يعلى عليه، كتير حلو حقا. شيء جميل جدا يعني حفلة هون عربية، أغاني عربية بقلب فيينا، هذا شيء جميل جدا يعني، واحترافية، كلهم عازفين محترفين وغناء احترافي، شيء جميل جدا. شكرا. أهلا وسهلا. ومعنا حد تاني من الجمهور، كيف شفتوا الحفلة؟ ما شاء الله يعني رائعة، ممتازة جدا. تراث حلو، ذكرتنا بالأشياء الماضية. اسمعك شغلات كنا نسمعوها وإحنا صغار. شكرا. شكرا، أهلا وسهلا. لكن قلبتوا علينا الموازع، حاجة جميلة، شكرا لكم. شكرا. أنا نبيل أندورة من سوريا. أنا سناء أغلي. شرفنا. كيف شفتوا الجزء الأول من الحفل؟ خلينا يعني نحن ناطرين هذا الحفل الحقيقة من زمان، وخاصة أنه المطربين الفنانين القادمين ليحيوا الأمسية يعني بيعنولنا وبيدخلنا. هي الأجواء خلتنا نحس أنه نحن إخوة، وخلتنا نحس أنه نحن ببلدنا، أنه ما في حدود. الفن والموسيقى هي لغة عالمية. شكراً كتير لكل العاملين. الحفلة الفنية ذكرتنا بأيام زمان، بجمال الفن العربي، ذكرتني ببلدي، ذكرتني بشغلات كتير كتير حلوة. يعني صح ليالي الأنس في فيينا، بس صارت ليالي الأنس في فيينا وبالشام وبسوريا وبلبنان وبكل محل. هذا جو السوريين مش جديد على السوريين، الفرح صلنا 12 سنة حزن ومصايب، بكفي شوي يعني. من حق الناس اللي هون كمان اللي طلعت واللي قطعت الحرب من حقها تفرح شوي. كثير كثير صعب الوضع اللي نحن عم نمر فيه بهذا كأنه حتى اليوم بالغرب مش بس بالشرق الأوسط. لكن من حقنا نحن كناس نفرح، لأنه إذا نحن ما فرحنا ما بنقدر نساعد غيرنا بهاي الضائقة الكونية اللي عم نمر فيها ككل. هذا بدل على شيء انه دائما في شيء داخل الناس بيسعى على الفرح والحركه، ونحن بنتمنى نكون ساهمنا بمساعده هذول الناس على لو ساعتين فرح بكفي يعني. اذا قدرنا بنكون رائع منا انجاز. بشكل عام الموسيقى بتخلق فينا، بعكس ما الناس بتعتقد انه نحن بنتعلم الموسيقى، خطا تماما. الموسيقى هي لغه، وانت اول ما بتخلق بتطلع صوت، وهذا الصوت هو موسيقى. فالكائن الحي كان إنسان ولا غير إنسان، هو فيه جواته موسيقى. لو في برمجي بتنوط له أصواته، حتى الكلام هذا بينكتب نوطة، حتى لأني إسه عم بحكيه في ناس بتنوطه. فنحن عم نحكي عن شيء عايش بالبشر، لما أنت بتساهم وبتساعده على أنه يحس فيه أكثر رح يتفاعل معك، وإن شاء الله يكون هيك. إذا بحب قول شيء، بحب قول شكراً لماري تيريز كرياكي، الأم الراعي لهي الأوركسترا. أهلا وسهلا مرة تانية، شنو تحكونا بعد هذا النجاح الباهر؟ كانت تجربة رائعة يعني، وأنا كمان كتير كنت سعيدة أني أرجع شوف جورج وأرجع أتعرف شخصياً على ميس. وكانت ما بعرف يعني، العالم كانت جداً سعيدة، ونحن كمان كتير مبسوطين لنقدم كل حدا شي بيحبه. ما يعني ما فيني زيد على اللي قالته، عن جد مبسوطين كتير، وأنا إلي الشرف أكون مع لين ومع ميس، عن جد اللي كمان بدعوا، وعلى أمل مشاريع تاني من هالنوع كمان تجمعنا إن شاء الله. إن شاء الله. كمان أنا كتير مبسوطة بإني كنت أول شيء عم شارك المسرح معهم، مع الموسيقيين الرائعين والجمهور اللي كتير حلو كمان، كل المنظمين.